نور الدين الحراق رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم المغرب. اولا تنشكروا كاع المنابر الاعلاميه اللي حضروا معنا في هذا اللقاء هذا، وكذلك كنشكروا كذلك المهنيين ديال مدينه الرباط اللي حضرونا في هذا اللقاء هذا، اللي تهم ذاك الضريبه او ذاك الرسم اللي كان جاهم اللي تتعلق بحقوق المؤلف. احنا طبعا كجمعيه وطنيه عندنا تحفظ، عندنا موقف تنعبروا عليه في هذا القانون هذا، والمقترح اللي عندنا حاليا هو اننا عندنا تصور كذلك، عندنا مقترحات تتعلق بهذا القانون باش نعدلوه باش يكون كذلك، لان المؤلف حتى هو عنده حق ديالو كذلك، هو العصب كذلك ديال الانتاج الفني وكذلك الادبي، وبالتالي لابد من معالجه هذا القانون هذا، وكذلك مجموعه من المقترحات اللي ممكن انها تساعد بشكل كبير هذا المؤلف هذا، وكذلك باش تحافظ لهذه المصنفات ديالو من القرصنه وغيرها من الامور. بالفعل هذا القانون هذا لانه صراحه مفاجئ، وخا رغم انه كان قانون كان قديم، ولكن فاجأ المهنيين خاصة الإشعارات اللي توصلوا بها في هذه الآونة الأخيرة، وخاصة الفترة ديال الكوفيد اللي خلات المهنيين أنهم يتفاجئوا وأنهم يرفضوا رفضا قاطعا هذا الرسم هذا وهذه الضريبة هذه، لأنه تيشوفوها غير قانونية رغم أن القانونية ديالها. وبالتالي الاقتراح ديال المهنيين هو الاقتراح ديالنا طبعا كجمعية وطنية، هو أنه يكون تعديل استعجالي في هذا القانون هذا، وحنا طبعا كما قلت سابقا أنه كاين مقترحات تتعلق بهذا القانون هذا اللي ممكن أننا نقوم بالتعديل ديالها. المحمدي العلوي دلال، مديرة المكتب المغربي للحقوق بالنيابة. حضرنا بناء على استدعاء من جمعية مهني الأرباب المقاهي والمطاعم من أجل توضيح بعض الإشكاليات حول أداء مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. حاولنا خلال هذا اللقاء هذا نعطوا بعض التوضيحات حول المكتب المغربي حقوق المؤلفين، المهام ديالو، وفي نفس الوقت حاولنا نشرحوا انا وفريق العمل اللي كيشتغل معايا، نشرحوا لهم جداول الاستخلاص، وفي نفس الوقت نحسوهم بضرورة اداء واجبات حقوق المؤلفين تطبيقا وتنفيذا للقانون. طبيعة الحال كان هناك بعض المرات نقاشات حادة، لانه صعيب باش اننا كاين بعض الفئات يعني استصعب عليها الفهم ديال المقصود بحقوق المؤلف، ولكن حاولنا ما امكن اننا نبسطوا هاد المسائل، وكنتمنى اننا نعقدوا عده لقاءات اخرى من اجل اننا الصوره توضح، واللي مساله ديال اداء مستحقات المؤلفين هي ومساله عاديه ما كطرحش بعض التشنجات، خصوصا مع الظرفيه اللي كيعانيوا فيها المهنيين من ارباب المقاهي والمطاعم من تبعات الجائحه وحاله الطوارئ الصحيه اللي فرضت عليهم التوقف، وفي نفس الوقت تراجع المداخيل. كنتمنى انه ربي يرفع علينا هذا البلاء وتنفرج الامور، والحياه العاديه تستأنفها جميع المقاهي والمطاعم، وحتى يتمكنوا من اداء جميع يعني المستحقات للمؤلفين، وبذلك غيكون المكتب نجح في اداء الدور ديالو كمدافع عن حقوق المؤلف والحقوق المجاوره. عزيز الحقني، امين مال المكتب الوطني الجمعيه الوطنيه لارباب المقاهي والمطاعم. اولا تنشكر المنابر الاعلاميه اللي حضروا اليوم بكثافه لهذا اللقاء ديال المكتب الوطني للجمعيه الوطنيه لارباب المقاهي والمطاعم، وكذلك المكتب المغربي لحقوق المؤلف بحضور السيده المديره. اليوم ناقشنا الموضوع ديال الضريبه او ما يسمى بالرسم ديال حقوق المؤلف اللي توصلوا بها عدد كثار ديال المهنيين مؤخرا، بواحد الاثمنه اللي خياليه تتراوح ما بين 4000 درهم حتى 8000 درهم حتى 10000 درهم. حنايا ما عرفناش الطريقه كيفاش حسبوهما هاد الثمن هذا
اللي في هذا المونطون يعني اللي كثير بزاف. كذلك ناقشنا الموضوع مع الاخوان ديال المكتب في القاعه، حسبوا ما بين 150 ل 800 درهم، باقي ما عرفناش واش هذا 150 ل 800 درهم واش للمتر كاري ولا لا ياش. كذلك الطريقه ديال الاحتساب ديالها هما صيفطوا يعني عون قضائي او ما يسمى بمحلف يعني ديال المكتب حقوق المؤلف، ربما جاء هو في واحد الوقيته اللي لقى المحالات اللي لقى يعني جاء في الوقيته ديال العمل يعني لقى المحالات خاويين، حسب سمع الموسيقى خدامه ولا شي حاجه يعني ما هذه الطريقه كيفاش حسبوها. كذلك السيده المديره قالت لك بان هذه الضريبه هذه يعني قديمه، وحنايا تقريبا انا 23 عام وانا في الدومين لاول مره تنسمع الضريبه ديال الضريبه او الرسم ديال حقوق المؤلف. وشكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.